مع انتشار وباء كورونا يسارع هؤلاء لتخفيف الأضرار عن أحياء بلديتهم. جمعيات خيرية، أعضاء من الكشافة، أئمة وشباب متطوع لبوا نداء خلية الأزمة التي نصبتها بلدية بلوزداد. اجتماعات دورية تعقد هنا منذ 20 يوماً في محاولة لاحتواء الوضع. بلدية محمد بلوزداد قسمناها بحي زون، كل زون راح تكون فيها ان كوميتي دو كارتي و ان ريبريزونتون دو كارتي اللي عنده تما يقدر يوقف معنا في هذا الظرف، اللي عنده السمعة الطيبة. هاك زون حنا كنا حطينا اون اسوسياسيون او دو تما افيك ان ايلو اللي راح تكون لجنة مصغرة في او نيفو تاع لو كارتي لي او كاو باش نسيروا الوضع باحصاء العائلات مات على ديسبوزيسيون دي زيتابليسمون سكولار. أما في المساجد يقوم الأئمة بتقديم دروس توعوية ومواعظ للتحسيس بمخاطر الفيروس، ويحثون المواطنين لالتزام بيوتهم، وكل ذلك يتم عن بعد. حتى المساجد مغلوقة لكن المآذن بقت مفتوحة، فالأئمة تقريبا بشكل دوري يقوموا بعملية الوعظ والنصيحة وتوجيه الناس السكان عموما للالتزام البيوت والمحافظة على أنفسهم والصبر والمصابرة في هذا الأمر، والدعوة إلى التكافل والدعوة إلى هذا كله يتم عن طريق إضافة إلى رسائل تطمينية من خلال الأدعية. طلعة الأولانية اللي بعد الصوفيتا. هكذا هو المشهد هنا، وزعت المهام والشباب يتجهزون للانطلاق في حملات تعقيم بكل أحياء بلدية بلوزداد. وانا متطوعين باش نخدموا ضد الوباء كورونا، وانا مقسمين كدي جروب، حنا جروب تروازيام عندنا لي لا ليست تاع الاحياء اللي نخدموها باش نعقموهم. بلديه تقوم بالتعقيم بشاحنات صباح، وحنا نخرجوا كاعضاء اجداد نخدموا مع العشيه، نخدموا البيت الحومات الداخل. هذه العمليه عندها 20 يوم. في الجانب الاخر تصل المساعدات لهذا المستودع، تجهز هذه القفف وتوضع جانبا لتوزع لاحقا على مستحقيها. الليطاب تاعها بدات من عند المحسنين والناس تعاون، لونسيناها في لي ريزو سوسيو، لاقت اقبال كبير من عند الناس من عند المحسنين من خارج بلد محمد بلوزداد ولا من خارج بلد محمد بلوزداد. هذه الليطاب الاولى اللي رانا فيها، دونك ان شاء الله عندنا ايطاب دوزيام وين نحطوا سلات في المحلات المتواجده في اقليم محمد بلوزداد باش الناس تشري وتحط. القفة راح تسربا الناس المعوزة وين عند كاين عائلات فيها 8 أشخاص، كيما حنا رانا دايرين حملة ناس تريح في ديورها، حنا رانا مجندين لهذا الأمر باش نوصلوا لهم القفة. كورونا فيروس خطير. للجانب الإعلامي حيز مهم في هذه المبادرة، خلية الاتصال تضم شبابا يعملون على إنتاج محتوى إعلامي وخرجات ميدانية للتحسيس بمخاطر فيروس كورونا تنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي. عندنا الأعمال اليومية اللي نقوم بها في الأصيل تاع المونتاج هو فريق متكامل، عندنا قلت الإنتاج، عندنا التغطية، ثم الأنشطة اللي نقوم بها للتعقيم ولا اللي كنا نقسموها ولا أي نشاط الاجتماعي تاعنا. عندنا البث المباشر كما البارح خرجنا في بث مباشر في الصفحة، بعد نمشيو للصفحات تاع المجموعات اللي معنا الأفواج الكشفية اللي راهي حاضرة، كيف نفس الشيء نعطولها نفس المادة اللي عندنا حنايا، المادة الأساسية اللي ننتجوها حنايا ثم تنشر في مجموعة من الصفحات. هذه صورة مصغرة عن تجند الشباب ووقوفه في الظروف الاستثنائية. انتشار وباء كورونا لم يثنهم عن مساعدة بعضهم والوقوف وقفة رجل واحد.